الجرافيتي هو فن أبرزته الثورة وطرأ على جدران الشوارع. شادي يوسف هو فنان شاب أقام معرضه الأول للجرافيتي بقصر الأمير طاس. المعرض هو محاولة بسيطة جدا لتوثيق الفن دون، ولأن أنا بحترم الفن الجرافيتي جدا، وبعتقد إن هو إنعكاس للواقع بتاعنا ومرآة للوضع اللي بيحصل والحراك اللي موجود في مصر. وكونه فن بيزول بسرعة، بيتم انتهاكه من قبل جهات كتيرة جدا، بيتم انتهاكه من قبل ناس عادية، فهو عمره قصير جدا. فبالتالي حسيت بأهمية توثيقه، وإن هو واجب عليا ان انا ابتدي اعمل دوكيومنتيشن للجرافيتي اللي هو بيتغير كل اسبوعين ثلاثه في الشارع. يعني الحيطه ممكن يبقى فيها رسمه ما تلاقيهاش بعد يومين. يعني ده من الاهتمام العام بالفن بشكل عام، لكن هذا المعرض ليه خصوصيه من زاويه المضمون. يعني انا عجبني جدا ما تعنيه هذه اللوحات، في جزء فني وفي جزء مضمون، وهذا المضمون بيعبر عن فترة الحقيقة هامة جدا مرينا بيها في مجتمعنا المصري، وبتعكس الحقيقة عمق في الرؤية وفي نفس الوقت خفة في الظل. المعرض يعني تركيز مكثف جدا للمعالم الرئيسية في السنة دي كلها، سنة الثورة. معروف ان في الثورات الشعب بيعيش في سنة وبياخد خبرات في سنة اللي ما بياخدوش في 10 سنين او 20 سنة من الاحوال الهادية والعادية. ففعلا المعرض تسجيل حي، في جزء ابداع اللي عمل المعرض وفي جزء ابداع الفنانين الصور مجهولي الاسماء، لانه كله متصور من على حيطان الشوارع. فطبعا رغم ان الواحد يعني عايش الثورة كلها وسعيد بيها، لكن ما كانش يتخيل برضو دي بتدي لمحة عن الثراء الفني والفكري والحاجات الإيجابية اللي طلع بيها الشعب من الثورة. كل إنسان ليه دوره وموهبته، وشادي يوسف عبر عن دوره في الثورة من خلال معرضه. إنجي خالد، نهارك سعيد.